مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي نجريه مع العلامة الأوزبكي فضيلة الشيخ محمد صادق محمد يوسف، عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو المجلس العالمي للدعوة الإسلامية، وعضو الأمانة العامة للقيادة الشعبية الإسلامية، وعضو مجمع آل البيت. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا. إذا بدأنا فضيلة الشيخ من البيان الختامي للمؤتمر، ما هي أبرز النقاط التي وردت في هذا البيان الختامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جلسة ختامية للمؤتمر الثالث للسلام في الشيشان، كان يعني عمل الرئيس فيه قراءة البيان الختامي ومناقشة هذا البيان. طبعا بيان أفاد وبين ما جرى من مباحثات حول محاور المؤتمر. هناك أشار البيان على خطورة الأولمة على العالم الإسلامي والعالم الثالث وغير ذلك، ودعا إلى أخذ الاحتياط بهذه الظاهرة العالمية واستعداد المسلمين لمقابلة هذه الظاهرة، وكذلك نبذ الأنف والتطرف وحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، وكذلك علاقة العالم الإسلامي مع الغرب، وبما يتعلق بروسيا أن علاقة المسلمين مع روسيا العالم الإسلامي وروسيا، وكذلك علاقة المنظمات الدينية مع الحكومات وغير ذلك من الأمور. والتوصيات كانت جيدة أنا أعتقد، وكذلك في نهاية الأمر كان الاهتمام بتوصيات المؤتمرين السابقين الأول والثاني أيضا. أنا أعتقد هذا البيان كان مختصر ومفيد جدا إن شاء الله. إذن النقاط التي تناولها البيان الختامي هي ذاتها النقاط التي وردت في على أن المؤتمرين سيناقشونها. إذا بدأنا بالنقطة الخامسة والمتعلقة بوجود المسلمين داخل مجتمع متعدد القوميات كما هو الحال في روسيا، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع، هذه النقطة بالذات؟ كثير من المتحدثين في هذا المؤتمر تطرق هذا الموضوع، أن المسلمون في داخل الاتحاد الروسي الآن بدأت تتحسن أحوالهم، وهم يشاركون في جميع المجالات في حياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغير ذلك من الأمور، وتغير نظرة الساسة الروسيين وقادة الروس أيضا وكذلك مثقفين وعامة الروس تجاه الإسلام. أولا عندما يقال الإسلام والمسلمون كانوا يفهمون التطرف والعنف وغير ذلك من الأمور، الآن حتى صدرت أوامر باستعمال كلمة إرهاب الإسلامي أو غير ذلك من الأمور، وقالوا أن الإرهاب ليس له دين ولا عرق وغير ذلك من الأمور، وهذه التغيرات جيدة جدا. تقصدون أن كلمة الإرهاب الإسلامي منع استخدامها في وسائل الإعلام الروسية لأن الإرهاب لا دين له ولا وطن كما قال الرئيس. طيب، رأينا في المؤتمر ممثلين للديانات الأخرى، كيف تنظرون إلى دور هؤلاء الممثلين الذين دائما نراهم يشاركون في المؤتمرات التي تعقد في روسيا وفي كذلك دول رابطة الدول المستقلة؟ المشاركة يعني أناس من غير الديانة الإسلامية في هذا المؤتمر أغنى المؤتمر بالأفكار والمشاركات وإلى غير ذلك من الأمور، وكل من تحدث منهم كانوا اتجاههم صحيح اتجاه المسلمين وكلام محترم، ويريدون كلهم أن يكون هو تعاون وتعايش سلمي بين المسلمين وغيرهم أيضا. وهذا يعني حتى في وقت الاتحاد السوفيتي أيضا كان ملاحظ أن النزاع على أساس الدين كان لا يلاحظ أبدا. الآن في الوقت الحالي أيضا التعاون من المنظمات الدينية المختلفة سواء كان بين المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس أو اليهود أو البوذيين على مستوى جيد.
الآن هم يشاركون في مؤتمر الإسلامي، وعلماء المسلمون يشاركون في مؤتمرات المسيحية أو غير ذلك من المؤتمرات، وتعاونهم أيضا جيد. أنا لاحظت في الصحافة الروسية في الآونة الأخيرة قساوسة الروس أرثوذكس يدعون قومهم إلى التأسي بالمسلمين، مثلا في نظام الأسرة كثير من كبار القساوسة ينصحون أقوامهم: يا قوم لابد علينا أن نتأسى في شؤون يعني أسرة للمسلمين. وهناك أشياء أخرى أيضا، هم يعني معاملتهم جيدة، يحترمون الإسلام والمسلمون، ومسلمون في نفس الوقت يعني يشاطرونهم في إحساسهم وغير ذلك من الأمور. أنا أعتقد هذه العملية لابد أن تستمر وتزداد خيرا. البعض يرى أن هذه العلاقة الطيبة أو الحميمية التي تربطكم أنتم العلماء مع رجال الدين في الديانات السماوية عموما علاقات طيبة، نعم، ولكن هذه العلاقات ليست ذاتها العلاقات التي تربط بين الشعوب، بين المسلمين والمسيحيين واليهود وما إلى ذلك، كيف تنظرون إلى ذلك؟ هذا من الممكن، لأن بين الشعوب عامة الناس لا يمكن أن ينقل هذه الأفكار بسرعة، لابد من الوقت والجهد، أن علماء وقساوسة وغيرهم يفهمون هذه الحقيقة بسرعة لأنهم في داخل هذه يعني قضايا. ولكن عامة الناس عندهم هناك من تأثر بعنصرية، من تأثر بالقومية وغير ذلك من الأمور، حتى يفهموا هم الحقيقة هذه. كما قلت نحتاج إلى الوقت وجهد مستمر. إذا تطرقنا للمحور السادس من محاور المؤتمر والذي يتحدث عن علاقة روسيا بالعالم الإسلامي، ماذا لديكم لتقولوه في هذا المحور؟ علاقة روسيا مع العالم الإسلامي بدأت تتحسن في عهد رئيس بوتين. هو فهم الوضع وأخذ بنصائح من كان يقول بهذه الفكرة، وهو شارك في منظمة مؤتمر الإسلامي في كوالالمبور في ماليزيا، وألقى كلمة ثم يعني أصدر قرارات جيدة لتحسين العلاقات مع العالم الإسلامي، وعين سفيرا خاصا، وشكل هناك يعني لجنة رؤية استراتيجية بين العالم الإسلامي وبين روسيا أيضا. وهذه اللجنة تجتمع في كل سنة مرة، سنة هذه كان اجتماع الخامس، ويناقش هذه الأمور كلها سواء كان من طرف الروسي أو من طرف العالم الإسلامي. الآن أخذت خطوات جيدة وتم التخطيط لتحسين العلاقات بين العالم الإسلامي وروسيا في كل المجالات الحياة، سواء كان سياسية اجتماعية ثقافية ودينية وغير ذلك من الأمور. أنا أعتقد إذا يعني تستمر هذه الحركة كما ينبغي ستؤتي ثمارها إن شاء الله في المستقبل. دعني أنتقل إلى المحورين الثاني والثالث من محاور المؤتمر: المحور الدولة المعاصرة والمنظمات الإسلامية المتواجدة فيها، ومحور الحوار الحضاري والثقافي بين العالم الإسلامي وبين الغرب. البعض يرى أن هنالك صداما بين هاتين الثقافتين، ما رأيك؟ نعم، ليس حضارة الغربية تماما، بل هذا يعني بين ماذا يسمى نظام العولمة. كل واحد يعرف أن من جاء بهذه الفكرة، فكرة العولمة، كان بقصده استيلاء على يعني حسنات أو شيء ما يفيدهم هم في العالم الثالث وفي عالم الإسلامي وفي عالم يعني أضعف منهم. هم خططوا على هذا، ولهذا نحن علماء المسلمين نقابلهم بعالمية الإسلام. يعني عولمة هذه الفكرة جديدة ناتجة من أناس يريدون يعني الفائدة لأنفسهم وشخصهم، ولكن عولمة هذا نحن نقابلها بعالمية الإسلام. يعني الإسلام قدم نظاما عالميا يفيد الجميع سواء كان مسلمين أو غير مسلمين. عفوا، ولكن بعض المشاركين اعترضوا على هذه النقطة، نقطة العولمة، واعتبروا أن العولمة هي عامل موضوعي أساسا لا علاقة له بما تتحدثون عنه. الذين اعترضوا هم من أهل الغرب،
الذين لا يفهمون نظرية عالمية الإسلام وما يقدمه من الإسلام بنظامه العالمي لا يفهمون هذا، ولهذا يرون أن العلماء هم ينظرون من جهة واحدة فقط ويحكمون بما يعرفون، ولهذا يعني بإمكانهم وعلى حريتهم هم إذا اعترزوا عندما نحن نتحدث ضد العلماء. المؤتمر يعقد في الجمهورية الشيشانية، هل يهدف ذلك إلى تحسين صورة الحكومة الشيشانية وبيان أن الأوضاع في هذه الجمهورية القوقازية باتت على ما يرام؟ إخواننا الشيشان كما نعرف جيدا عاشوا ويلات الحرب، حربين في مدة قصيرة، وتم تخريب البلد بتمامه، ويعني قتل أناس كثيرون وفقدوا السلام والإطمئنان والأمن وغير ذلك من الأمور، ولهذا هم يعرفون قدر السلام ويعرفون ثمن السلام، ولهذا برئاسة رئيسهم السيد رمضان قديروب هم فكروا أن يكون هناك مؤتمر سنوي للسلام، مؤتمر سنوي للسلام، ويريدون أن يكونوا هم في داخل السلام ويتمتعون بالسلام وينشرون السلام لغيرهم أيضا. ولذلك اختير عنوان المؤتمر الإسلام دين السلام والمحبة والبناء، أليس كذلك؟ هذا هو، هذا هو. ومن أحسن ما يوجد في شيشان هم يرون سعادتهم في الإسلام، يرون خيرهم في الإسلام، تمسكوا بالإسلام ويريدون أن يستمروا بالإسلام، هذا هو أحسن شيء. فضيلة الشيخ محمد صادق محمد يوسف، عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المجلس العالمي للدعوة الإسلامية وعضو مجمع آل البيت، نشكرك على حديثك إلينا. بارك الله فيكم، شكرا. كما نشكركم مشاهدينا الكرام ونترككم في أمان الله.